كل هلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناة الذياب الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم هلا بالنجم. ضيف اليوم فنان كوميدي أسعد الجميع ودخل للعائلة العراقية بدون استئذان. رحبوا معي بالكبير والمبدع زهير محمد رشيد ونقول له هلا بالنجم. مثل ما وعدتكم الفنان المميز والنجم الكبير زهير محمد رشيد. ما اعرف الشباب نوصل اي وصل الفنان. يا مرحبا حبيبي كل الهلا بيك. اهلا وسهلا بك يا مرحبا. طبعا نورتنا حبيبي. لي الشرف اليوم انت موجود ضيف في برنامج هلا بالنجم. طبعا الضيف انت ضيف للبرنامج لانه انت اسم ونجم كبير وصراحه عندي هاجز الخوف من الحوار وياك. لا 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 تخاف ماني خايف منك. انتوا الشباب مليانين ان شاء الله طاقه وحيويه. الله يسلمك. نستمدها من عندكم طبعا اكيد. يلا طبعا برنامجنا انت طبعا متعود طبعا تقولوا انت مقل باللقاءات. اي صحيح. بسبب ما اعرف ليش مقل باللقاءات. يعني السفر اطلع يعني ما متواجد ببغداد. ما متواجد. احنا برنامجنا طبعا مختلف تماما عن البرامج التلفزيونيه الباقيه. أيه. يعني استديو وحوار ضيف. اليوم انت من اهلك بناسك. أيه. في بغداد. راح نتخلل نعرف شلون الفنان يلبس. أيه. شلون ينتقي ملابسه شلون. أيه. يختار كذا هذا. فمستعد ويانا؟ ان شاء الله مستعد ويانا بالجوله. نبلش يلا نبلش يلا منين نطلع منا له منا منا. طبعا روح الكوميدية وروح روح الدعابة هاي اللي عندك يعني ما أعرف شلون أوصفها. وحفاوة الناس طبعاً الناس كلها محتفية بيك. يعني لأنه مقل أصلاً حتى بطلعاتك. أنا سألتك أنا مرة سألوني قالوا لي شنو رأيك بالشهرة. قلت لهم أحلى شيء الشهرة. شلون؟ أنا قلت له قل لي ليش بتسأل. قلت شلون الشهرة مو شهرة إنه أنا أطلع بالتلفزيون والناس تعرفني. لا شهرة حب الناس حب العالم هذول الناس العالم. أي. اي اي تعال خلي الناس تجي اللي يحب يصور يحب كذا خلي يجي يصور ويا حبيبي. هلا 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 شو اسمك؟ خطاب اسمي. هلا 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 يلا. طبعا احنا اليوم فري لقانا يا حبيبي. اهلا اهلا اللي يحب يصور من جماهير الناس خلي يجون يصورون خلي عادي. اهلا وسهلا. تعال تعال يلا شلونك؟ شلون صحتك؟ جاي هنا شنو؟ موظفة عافية بارك الله في سباعية. سباعية وين تبيعين عطور؟ شلون هذا العطور؟ اوه ليش هذا؟ استاذ يلا شكرا. الله يوفقك. طبعا شلون تقيم هاي حفاوات هنا؟ يلا خليكم عادي عادي يلا تعالوا انا اللي يحب يصور انا اسمع. ها؟ سيف. سيف الله يحفظه لكم. شلون يعني انت شعور اللي ينتابك هاي الناس اللي هي والله قلت لك هو حب الناس هاي هذا فد شيء من الله سبحانه وتعالى. يعني هواي 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 فنانين اذا كان برا واذا هنا محبوبين العالم تحبهم بس احيانا يتقيدون يعني ما يقدر يطلع هو وعائلته هو واولاده شايف صح. فيعني هاي نقول احنا الحمد لله بس انا متعود عليهم متعود على الناس اي لان انا ابنهم واخوهم. وين الاحفاد تعالوا. اي طبعا يوم احفادك لاولادك هذا يوسف. اي ابن عمار ابني. اي الله يخليهم. وايمن ابن خالد ابني. الله يخليهم. احفادي احفادي واحفادي واصدقائي. بعدك شباب ما شاء الله. الحمد لله. نفوت نشوف ستايلك ونشوف شلون تختار هسه شنو على الملابس. اي شوف يلا يلا ابو شاب. ابو شاب لا توقع يلا تعال. طبعا انت ها عيوني تعال تعال عيوني زحمه. لا 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 يلا انا حج يلا يا قلبي يا قلبي. هلا 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 تعالوا 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 كلكم يلا 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 هاي صرت الفوله بعد شتلي يلا هلا يما شو اسمك؟ شنو؟ شو اسمك؟ أديان؟ حبيبي هاي أختك؟
يلا 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 الله سلميني على بابا. يلا شوف انت من توصل حتى للطفل. لا طبعا انجاز عظيم هذا. تعال بلا كاميرا عادي ينقطع هذا. طير الكاميرا رجع وشاب نرجع. يا اكو ناس ما تحب تطلع عشان اكو ناس ما تحب تطلع خوفا على نحترم رغبتهم. نحترم رغبتهم نحترم رغبتهم. هلا 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 شلونك؟ مره شفناك بعمان همين. بعمان يا عيني. اي اي عندك صوره؟ مرحبا. اي بس نصور احنا طلعين بالتلفزيون عادي. تطلع بالتلفزيون شنو حلقه برنامج شو اسمك انت؟ روان. يلا روان تعال ناخذ صوره. يلا تعال. شو اسمه؟ عبد الله اي قعدت انا بالقاعدة. يلا دير بالك. هذا ان شاء الله الاربعاء القادم. يلا على الديار. الديار بس موجود على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا. شكرا جزيلا. تحياتي ايمن لدى اخوني. ايه نرجع الفتنس على الستايل وعلى هذا. طبعا من فتنا المحل الناس عجبتك اسمه الشوت. اريد اعرف الفنان. خلينا ناخذ مساحه اكثر. الفنان والاستاذ الكبير زهير محمد رشيد. لا شنو اللي يحب يلبسه بالعاده؟ الرسمي لو الكاجوال لو شنو بالحياه العامه. طبعا الكاجوال اكيد يعني الكاجوال. بس قد ما تكون انت رسمي او بحفل او كذا البدله. بس اني ضايقني ربطة العنق شوية. يعني أنا لابسها يمكن في 4 مرات بس أو يوم زواجي مرة. حفل صار مع الإذاعة والتلفزيون. بعدين هذا لبسي شو قميص وشترة بنطلون. يعني ناس تحب تعرف الفنان شلون يختار ملابسه من بالمسلسل مثلا. اليوم انت في مسلسل او في سيت كوم ما او سكتشات. اليوم شلون يتم اختيار الملابس؟ اختيار الملابس هي تجي على الشخصيه. نعم. يعني مثلا انا شخصيتي شعبيه مثلا. شخصيه حمال. فانت لازم تجيب ملابس من الواقع. يعني ما اقول لك انا اروح وباوع الحمال لان انا متعايش ويا هاي الطبقه. هاي الطبقة متعايش وياها. اي نعم. فلبسه شنو؟ شلون اليشماغ؟ شلون العربانة؟ بس يعني احيانا يطلعوا لك الحمال رث اني هاي ضدها. يعني اقول ما عادي جداشة عادية. يعني تحب البساطة او الواقعية. اي البساطة مختلطة بالواقعية. او شخصية مثلا مدير عام. شنو هو المدير عام؟ بعدين احنا عندنا ام ازياء. احيانا بالمسلسلات كثير من المسلسلات ام ازياء هي اللي تختار لك. لا تختار لك الستر القميص الكذا وبناء على رغبتك. لا بناء على طبعا مثلا اذا اكو مسلسلات المنتج يقول انا اجيب الملابس. نمالنا كثير. انا اشتغلت يعني ويا اوس ويا علي ابو خمره ويا كثير من المنتجين. هم اللي يجيبون الملابس يعني مو احنا. يعني بدلات 4-5 بدلات نعم وقمصان وكذا. ومن يخلص المسلسل يقول لي مثلا ابو حماده شي عجبك اخذ. انا اختار لي مثلا البدله اختار لي قميص. شايف شلون؟ واكو مسلسلات لا انا اللي من عندي. يعني انت الملابس تكون من عندي. الاتفاق اللي يصير. اي طبعا اللي يصير بالبدايه مثلا مع المنتج انه يكون ملابسه يا اما على الممثل او المنتج. وبعدين اكل التاريخي مو على الممثل مستحيل. زين اكيد التاريخي لازم يكون تاريخي لازم اللبس له والعمه وغيرها هاي من عندهم. طيب تذكر اول مشهد بحياتك طلعت فيه شنو كنت لابس؟ اول مشهد طلعت لابس فيه قميص وبنطلون في سهرة اسمها خواطر واغاني للأستاذ محمد حسين عبد الرحيم مؤلفا والأستاذ عماد بهجت مخرجا ربي يطول بأعمارهم. وكنت تحية أكيد. أي كنت مع الراحل الكبير أبي الروحي أبو فارس والراحل الكبير أبي الروحي أيضا راسم الجميلي ستار البصري وكذا. أي فأطلع ابن راسم الجميلي صبيح. صبيح يلبس قميص وبنطلون. اول مشهد هذا طلعت اول مشهد
بس كنت رفيع. انت قد وزنك هسه؟ انا يعني ما مشيك صار فتره يمكن بالستينات. 60 يعني كان وزني 49 كيلو. يعني الخسر هيك ما ادري ايش قال 13 يمكن. هسه شوف يلا باع 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 سوري. طيب هذا المشهد يا سنه كان؟ يعني بال 79. ها ب 79 هذا من كان قبل لا ابوك يتزوج. قبل ايه. عشان الاسدي صح؟ ايه. هذا بعد من بعد هيك تشنت من لبست اللبسه من عندك كانت لو هم اي لا 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 من هو قال لي استاذ عماد قال لي هي سهره يعني تمتد بيوم واحد يعني الزمن بالسهره التمثيليه يوم واحد فهو كان قميص وبنطلون قميص وبنطلون يوم منو من الفنانين العرب اللي هم المصريين اللي قدموا الدمام هذا يعجبك ستايل لبس ستايل لبسه يعني. من الفنانين العرب قد يكون مو يدي دور يعني يعني الكوميديان يعني يعني شخصي يعني يلبس عادي مو بال هو بالمسلسلات او يلبس عادي مثلا ممكن شايفه انت بالمواكبه بالمرحلتين انا شخصي ما شايفه بس انا شايفه باللقاءات كذا فنيا يعني يعني يعجبني كريم عبد العزيز نعم الاستاذ محمد صبحي الفنان الكبير لبسه الاستاذ عادل الامام اها كثير من الفنانين يعني كثير من الفنانين طيب انت التقيت بهؤلاء المشاهير يعني معكم عمل لا لا طبعا لا انا رحت الخليجي مصر. الخليجي الخليجي انت يعني جمعت عمل عملت بمسلسل الاخ العزيز المخرج المبدع أوس الشرقي وجه له أجمل تحية حبيبي وكان اسمه عوض أبا عن جد مع الفنان أسعد الزهراني حبيب قلبي ممثل كبير وحبيب الحبيب ممثل كبير وممثلين من الخليج كانت نسمة معي أطلع بدور القيصر وأنت قيصر أي نسمة أنت قيصر وملك بكل كل شيء بأدائك بأخلاقك ونسمة تطلع بنتي الأميرة شلون أنا بس أتخلص منها أي اشتغلتها هذا وكانت فرصة سعيدة أنه ألتقي بالفنانين الخلاجة كانوا قمة بالأدب والأخلاق أنا مع الأعمال المشتركة يعني تعمل عمل مشترك تاريخي خصوصا التاريخي يعني لأن اللغة واحدة إحنا لغة واحدة نستفيدون من خبرتنا ونستفيد أيضا من خبرتهم اللون القريب على قلبك تحسه هذا لون هو قريب علي او يمثلني يعني انا احب كل الالوان حقيقه يعني احيانا تشوفني مكلب بالاسود والاسود اللون الاسود هو سيد الالوان رغم انه هو رمز للحزن بس الان ما اعتقد هو عاد رمز للحزن صار يعجبني هذا شوف هذا اللون هذا الوردي الفاتح الزهري هذا الفاتح. حياة اي هذا يعجبني بالبدلات الازرق البني يعني تقريبا كل الالوان كل هاي طيب شلونك بالاكسسوارات ضعيف كلش يعني ساعة يا تلقاني بس انا البس ساعة سنين ما البس يعني ما يهمني احب البس قلاده والبس لا مثلا هو ساعه النظاره الشمسيه الكذا نظاره شمسيه صارت من ضمن البسها البس بس اني دكتور خوفني كنت بعمها سويت ليزر فقال لي زهير اياك من المناظر الشمسيه وانا نصيحه للمشاهدين شلون المناظر الشمسيه يجب ان تكون ماركه العدسات اللي بولا رايز ولا طبعا يعني انت تشتري هاي ماكم ولا ليش بألف دينار وألفين دينار؟ لأن طبعاً هاي تأثر يعني أنا يعني سبب انتكاستي هي كانت النظارات الشمسية. نظارات شمسية. أيه. طيب نروح نشوف بس النظارات شنو رأيك؟ نظارات. لو يعجبك ننتقل نعوف هاي الفقرة ننتقل على غير فقرة. لا أنت بكيفك. لا أنت بكيفك أنا ما أنت اليوم البرنامج أنت. أكو هنا نظارات؟ ها؟ أكو إكسسوارات. تبغى إكسسوارات؟ يلا تعال. يلا ويانا. ويانا.
السلام عليكم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم حبيب قلبي عيوني. السلام عليكم. شلونك؟ طبعا احمد اني اعرفه من 2004. اها. ايه والده صديقي. ايه. الله يحفظه ويحفظ اخوته ويحفظه. الله يسلمك. ما شاء الله باوع الذوق. ذوقي حتى حتى بالاضاءه وهاي المواضيع. ما شاء الله عليه ذوق اوروبي. طبعا ديكور اكسسوارات. استاذ زهير يحب النظارات الشمسيه. انا قلت له مو الواحد يلبس اي نظارات لان هاي تاذي العين. اكو ماركه اكو العدسه. ها بالضبط. اي اكو بالضبط. وحتى الطبيه يعني الطبيه هم مو بكيف الواحد يلبس. نشوف شنو اللي عندك من نظارات حمودي. يلا نشوف. هذا رجالية. جيب هنا اشياء. هو تدري احيانا الرجال والنساء قام الشابه تقريبا. يعني هو الرجالية البنات يجون ياخذون. اي والعكس. وبالعطر هم بالعطر اكتشفت اكو. اي اكتشفت انه الرجل يخلي مال الامراه والامراه تخلي مال الرجل. اي صارت مشترك. صارت مشكله. اي هاي نسائية صح؟ لا رجالي. هسه هاي كلها رجالي. هاي وحدة من الموديلات. باوع ايش قلت لك؟ اي هاي قبل ما كانت. صح هاي كانت قبل ما كانت. اي اكيد. هاي كلاسيك حلوة. شو؟ هاي اللي هي الريبان. انا دائما اشوفك تلبس هاي النظارة. اي لا حلوة باوع. اي اوكي مو؟ حمود هاي عدساتها شنو حبيبي؟ بولرايز. هاي العدسات اللي مثل ما انت ذكرت. ابو شهاب هاي المتوسط الاسعار. متوسط الاسعار ايش قد يعني تقريبا؟ خلينا نقول من 30,000 وانت صادق. اكو 65 دولار اكو 70 دولار بس هسه مثل هني 30,000 هيك شيء زين يقدر يعني المواطن. ها شو اسمك؟ مصطفى. يمه صدقه للسبايك. طبعا اليوم احنا بلقاء وبس اليوم عفويه صارت مو طبيعيه. لا عفويه صارت مو طبيعيه. احلى تكون طبعا. عيوني. اي ابو جاسم. اي فش تحب انت من 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 قصه نظاره؟ هل مثلا تحب هذا الكلاسيك اللي قلت لك عليه؟ هاي قديمه جدا. هاي هذا الموديل ايضا. هذا قديم جدا. وبعدين تدري ايش وقت انا بديت البس مناظر؟ اي هذا شايفه هواي عليك. اي شايفه هواي خصوصا بالتصوير. يلبس المناظر يقوم يقلد ابوه. ها ابو شيل بي. طبعا هاي لان كلهم تفاصيل. اي 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 اي. طيب هاي نسائي. لا تقول لي رجالي. رجالي هاي رجالي. يعني انا حكي صحيح طبعا. اكيد 100%. ايش تقول صحيح باوع؟ اي بس هذا ما كان هذا الموديل. هذا اللوجو مال ماركه فرزاتش. مرغوب. انا ضعيف بالمرغوب. ماركات ضعيف. نساوي. يلا بس هاي تلبس طبعا نسائي رجالي. اي بس انا شلون هسه لبس هاي حلو. مو حلو. شوف هاي مراية. شوف هسه ذكرنا نسمة قبل قليل. هسه طلعت نسمة. شوف اللي هاي بالمراية. شوف شلون حلوة. هاي المراية. هاي حلوة. حلوة مشاهدينا. حلوة. شوفوها حلوة. يلا روح حبيبي تفضل. تعال تعال خلنا ناخذ بلس. يلا اضحك انت. اضحك شبيه. يلا حبيبي. حبيبي. عندنا فقره اخيره. اي فقره مبتعده شوي عن الرسائل. وهاي هي جزء من الرسائل. شنو هي فقره؟ بلاك بوكس. بلاك بوكس. صندوق الاسود. صندوق الاسود. لي عندي راح اجيب لك صندوق. الله يبعدنا عن الصندوق. ها ما عندنا صندوق الاسود مال الطائرات. لا لا مو طائرات. لا ايدي الباله. مو تشمرني من هناك لو تقول لي. لا لا هذا الصندوق بعده اشياء. عندي بعض الاسئله. وتعبناك احنا اليوم. لا لا بالعكس بالعكس فرحان. انا متونس وفرحان بيك. حتى الكادر اشوفه هسه نطلع له نقطه. لا ناخذ فاصل. اريدك انت تاخذ فاصل. احبتي اني وابو جاسم والمضياف ابو شهاب. ها عيني نودعكم ايش يعني فد دقيقه دقيقتين فاصل ونواصل. نواصل. من بعد الفاصل رجعنا مع الممتع والجميل والاستاذ الكبير زهير محمد رشيد. انا اسميك عمو. عمك ونص وثلاث ارباع. نص وثلاث ارباع حبيبي. زين خوفتنا مسويين اثنين. روح اشرب. ليش عصير طيب عجبك؟ اكو برامج. ابو شاب برامج يخلون عصير ما ينشرب بس هذا فريش.
فريش اشرب طبيعي. عجبك العصير؟ باعوا قابل تقولون مو يلا شو هذا؟ شلون شفت الفقرات؟ ابا تقول لي شلون شفت العصير؟ العصير شفته انت طيب، تقول طيب الفقرات حلوه. وانا قلت لك بالبدايه انا اؤمن بالطاقات الشامله وان شاء الله لك مستقبل. الله يسلمك. هذه شهاده تسبيح مو روتيني. ايه فمثل ما تعين هاي نضحك مو هاي هاي هي يعني بساطه بالضبط. هي هاي اللي هي اللي توصل للناس اكيد. طيب فقرت يوزع لي كازا طبعا بالعافية. يلا يا ابو جاسم تاخذنا عندنا حبيبي. فقرت هاي مختلفة هسه راح نسويها. ايوه راح نسويها مختلفة. شلون؟ بعيدة شوي عن الستايل اللي قدمته. بس اللي بيها جزئيات بسيطة من الستايل. زين اطلب من شبابنا يجيبون لنا الصندوق الاسود. وينكم شبابنا؟ وش تقصد بالصندوق الاسود؟ يعني مثل مال الطائرات مثلا؟ لا هذا يكون فيه معلومات. لا هو فيه معلومات ومرات تكون اشياء الله يبعدنا عن السوداويه، اشياء بها 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 بلاك يعني مو كل واحد يطبق لها. مو كل واحد نفتح الصندوق. فتحاني؟ ايه هاي بحاجتين، اثنين انا اطلعها لو كيفك انت. لا ثلاث حاجات موجود. هذا هنا شوف اي شيء تختار له شيء تعال تعين المناظر النظاره اللي انت تحب النظارات وعشقك النظارات. حلو عليك النظاره. الله يسلمك. جميله جميله كلها. سؤالي عن النظاره صارت بالاونه الاخيره السكتشات والاشياء الدراميه اللي بدها تطلع اللي بدها تتقدم الاعمال اللي بدها تتقدم اللي على شكل سكتشات اللي هي دقيقتين ثلاثة أو ما يزيد يعني إن زادت خمس دقائق. زين تحسها تخدش الذوق العراقي أو تخدش العائلة. نعم بيها حتى المفادات اللي هي منتقية من الشارع نقدر نقول. وبعض الفنانين يلبسون النظارة السوداء ويقدمون هذا الفن اللي يوصل للعائلة العراقية. نعم. يوصل بطريقه سريعه جدا عن طريق الفيسبوك والتواصل الاجتماعي. أيه. شنو تقييمك لهذه الظاهره اللي الناس او بعض الفنانين اللي يلبسون النظاره السوداء والغطاء والما موجود كانهم؟ شوف انا احكي لك بكل صراحه. السكيتشات موجوده منذ ان بدا الفن. بس كانت بطريقة احترافية وبطريقة مؤدبة نقول. اي اكو سكيتش نقدي، اكو سكيتش ساخر، اكو سكيتش غنائي وهو محبوب لدى الجمهور. بس انت كيف شو تريد تطرح من خلال هذا السكيتش؟ تريد تطرح مشكلة عائلية؟ تريد تطرح نقد للشباب اللي ما يسمعون كلام اهاليهم؟ شو تريد؟ تنتقد الفساد الإداري بسكيتش صغير؟ تنتقد الحالات السلبية الموجودة بالمجتمع. ممكن إعلان يصير بسكيتش صغير. بسكيتش. وممكن أنت تقدم شيء مثل ما قلت يخدش الخج. هذا اللي يخدش أمره قصير. الناس ما تتقبله. شوف إحنا متفقين أنه الفن كاريزما. الفن حضور. الفن تقبل. كما كتبت مالتك انت شنو؟ اي احنا جمهورنا ما يتقبل هاي الاشياء ولكن احيانا تفرض. واللي يسووها بالمسرح ويسويها بالتلفزيون عمره قصير. وحتى الفيسبوك الان منتشر بشكل مو طبيعي. السوشيال ميديا هاي غزت العالم غير عن التلفزيون. فانت من تقدم فد شيء بشتيمه او كذا الناس راح تكرهك وما تحبك وبعد هو هذا سقوط الفنان. ولو قله قليله ولا البقيه ما شاء الله دي يقدمون سكيتشات بدون ذكر اسامي البرامج. شباب دي يقدمون يعني انا يعجبوني ابغى عليهم اكون سعيد بيهم. شايف؟ طيب ممكن ايش وقت نشوف الدراما العراقيه تتقدم بشكل غير اللي يقدم هسه؟ مو لابسين الستار والنظاره السوداء وهم ما موجودين. اي هو حتى اللي دا يتقدم الان يعني
احنا نشكر الله عليه حقيقه. أه. يعني ممكن عادة. ممكن احنا لانه ممكن يصير بينا الاسوء يعني. لا انا اقول لك شنو، من خلال خبرتي بهاي السنين الطويله بالمجال الدراما، اهم شيء وهذا متفق عليه ايضا الانتاج. نعم. الانتاج عندما يكون جيد، اختيار النص والمخرج والممثلين جيد، الحصيلة تطلع لك بعمل جيد جدا جدا جدا. عندنا مخرجين كبار، مؤلفين كبار، فنانين كبار، مصورين كبار، يعني أنا ما شاء الله عليهم شباب بعمر الورود الآن دا أشوفهم دا يصورون شايف. ذكرت لي قضية وإحنا جايين، قلت لي الفنانين الفنان العراقي أو القنوات العراقية تزغر من الفنان، شلون؟ تزغر من الفنان بالأجور. أها. يعني فنان صار له 40 سنة بالفن، 50 سنة بالفن، تيجي تنطي أنت مسلسل 20 حلقة، تقول الأستاذ هاي 3000 دولار أو يبقى لك 3 أشهر 4 أشهر، هو عنده عمل واحد بالسنة. هي بس يطلع ال 3000 دولار تطلع شقد بالشهر؟ ايش تطلع؟ $200 $250 شنو $250 لفنان كبير؟ بس هاي شوي هسه بدت تروح اي جانبا. ليش؟ يعني اكو بعض المنتجين واكو بعض القنوات ايضا لما نبخس حق الناس اللي تقيم الفنان بالضبط، فدا ينطون الفنان ويقدروه. ان شاء الله يصير خير، انا متفائل يعني، انا طبعي متفائل. متفائل. نعم. انتهت النظارة؟ انتهت؟ انتهت النظارة، ناخذ الشيء الاخر. الشيء الاخر. ايه. ساعة. اها. ساعة سوداء. هم سوداء. هم سوداء. تذكر لي وقت كان بلاك بحياتك؟ ويرجع بك الزمن هاي من ترجع الساعة وترجع الزمن ما ادري نقلبها تراجيديا وحزن. لا 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 مو حزن، لا مو حزن، هو يعني عندما تفقد عزيز عليك. اتمنى هذا لو ما صار يعني. تفقد ابنك، فقدت ابني، اخويا، والدي، والدتي، اختي، يعني هي هاي شوية المؤلمة. اما ما تبقى المال راح بيتك ما ادري شنو يرجع يرجع بس عزيز عليك. فقد العزيز شوي صعب. اتمنى هذا السؤال ما نقلب بمواجع انت. ايه السؤال. ايه هذا. اه نختار الشيء الاخر. الاخر. اوه حبيب قلبي، خطية مسكين. القلم مسكين. الان انقبض القلم هسه، ترى الاشياء صارت بالتليفون وبال ايه بالحاسبة وهذا، يعني قبل كنا ايه نكتب، ومثلا حتى اللي اتذكر انا صغير اتذكر والدي سافر. نعم. يدزون رسالة بيد ال ايه بيد السائق. ايه انا ادز رسالة. صباح الخير ان كان صباح حبيبي. ايه ايه شوف القلم. انا سألت احد اصدقاء المؤلفين حسين النجار. أيه. مره جيته للبيت بده يكتب على اللابتوب، على اللابتوب على الحاسبه. قلت له شنو؟ قال دا اكتب نص مشهد ما وعد، عنده اوراق رؤوس اقلام وكذا. قلت له تتمتع هيك؟ قال ما انا اكتبها هنا فكره براسي وابدي، اكو غلط ارجع كذا. بس ماكو احلى من القلم، انت عندما تكتب راح تشوف انت كتبه. عزيزي محمد صباح الخير، ساتيك غدا الساعة 12:00. شوف احفظتها. عزيزي محمد صباح الخير. احفظتها لانه كتبتها. كان تكتب وتشوف. تكتب بس هاي هيك باوع. فهذا القلم، بعدين القلم يقول كلمة الحق وما يخشى احد. قلم. فهمتني مو؟ فهمتك طبعا. ايه. اكيد القلم هو اللي اول ما يصير عمرنا 5 سنوات أو 6 سنوات يصير صديق، يصير صديقنا ونأذيه. انا كنت أذيه للقلم. شلون؟ يعني انا والدي الله يرحمه يقول لي ايش بيك انت عدو الاقلام. شلون؟ بس اقط بالقلم حتى يخلص. يعني الصبح القلم شو اسمه اطلع من الظهر هالكبرى قلم صار.
كنا نقط نقط بالقلم اي اي لو قلم رصاص فأنا احب القلم. هذا السؤال على القلم، انطيني اسم عمل هو حقق شيء بس انت بداخلك لو تزم هذا تقول هذا اكتبه المفروض، هذا المفروض ما اقدمه، انت بداخلك ما مقتنع به. يعني هوايه اعمال. شوف اكثر عمل اثر فيك، يمكن والدك يعرف والفنانين القدامى اللي عندهم خبره، انت عندما تبدا بالاعلام او بالفن اكو شغله قالوها اساتذتنا، الانتشار الانتشار ثم الاختيار. يعني انت لازم تنتشر، يعني انت من اجي اني يعرض علي عمل ما اقدر اقول لهم اني ما اقدر اشتغل، بعد ما حد يجيب لي يقول منو انت، منو انت على مود ترفض، خصوصا بالمسرح. المسرح اني اختار، يعني نادرا، بس انا ما عندي مسرحيه اذا مو انا مقتنع بها 100%، بس بالتلفزيون لا، هواي اعمال انا اشتغلت بها ما كنت مقتنع بها بس ما احب اذكرها لان ما اريد اسيء لاي واحد. واكو اعمال لو اكتبها الان اكتبها باعتزاز وفخر وافتخر بها. طبعا اكيد انتم وصلتوا، انتم وصلتوا 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 الدراما العراقيه، خليت الطفل يحبك، الحمد لله، خليت الشيخ يحبك، خليت النساء تحبك، هذا مو اجى من فراغ، الحمد لله، هذا اجى من عمل، من 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 تواصل. طبعا هو الفن، والفن هو توجيه، طبعا هو رساله، طبعا 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 هو تدفق معلومه، هو انتقاد حالات. انت من يشوفك الطفل ويشوفك كل هذا، كل فئات المجتمع وكل العائله تشوفك، اذا انت وصلت بشكل صحيح. صح صح. اليوم اليوم شنو اللي على الفنان يقدمه حتى يوصل، نصيحتك انت كفنان كبير شنو على الفنان المبتدئ يقدمه حتى يوصل بشكل صحيح للعائله مثل ما انتم وصلتوا، يمشي خلينا نقول على غرارك مثلا. شوف الاني اني عندي ايضا وجهه نظر بهذا الموضوع وقلت هسه قبل شويه، الفنان الشاب اذا يلقي واحد يوقف له مثل ما انا كنت محظوظ مع عمالقه وقفوا جنبي وساعدوني، ترى الكاميرا هاي تشوفها هاي خطره، خطره جدا، يعني مرعبه. الواحد اول ما يجي، انا اول ما فتحت التلفزيون شفت الكاميرا قمت ارجف ارجف. استاذ راسم لا، استاذ محمد لا، استاذ خليل لا، كلهم عادي ريلاكس، شلون هسه انا قاعد وياك وانت قاعد، ليش؟ حبيته وهي حبتني، اعتقد هي حبتني. فالفنان اذا لقى ناس تساعده يستمر، اما اذا ما لقى لو يكون ابن شكسبير ما يوصل، ما يوصل طبعا. لازم لازم من يقف بجانب المخرج، الواسطه بالفن، مو واسطه، مخرج، مخرج يوقف وياه يساعده. يعني هسه انت اذا تقدم غلطت، لو معاك مخرج مثلا، مثلا يقول لك هاي شنو محمد وانت بعدك جديد، خلص ببالك انتهيت انت من الداخل، انت شنو هذا، او احمد دا يصور يابا ما تعدل انت قادر، ما اكو هوايه مخرجين هذول ذابوا وراحوا، ايوه غابوا، فانت شلون راح تتواصل؟ صح؟ لا والله مو صحيح دا احكي؟ ايه. فالقصد انه الفنان الشاب مهما يمتلك من موهبه لازم من يقف معاه ويوصله بموهبته، ها مو واسطه، ماكو واسطه بالفن. انطيني غير شلون شايف الدنيا فنان؟ الدنيا ان شاء الله زينه، رغم انه احيانا يصير عندنا تشاؤم، واحيانا يصير عندنا ياس، احيانا نفقد الامل، بس احنا نقول ان شاء الله يصير خير. وهذا البلد يعني حرام، حرام اللي صار فيه، والمواطن العراقي يستاهل كل الخير اكيد. فنتامل ان احنا الله سبحانه وتعالى ينفخ بصورتنا. مو الله هاي لو مخرج هنا شنو انت يلا ما يقول فدوه، مو ما يقول فدوه، وقع شيء ما طار الشر، بس لا تكسر شيء ثاني. زين من الفنانين اليوم القريبين عليك من كلهم. جيلك كلهم، بس من جيلك اليوم كلهم 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 احبهم. قرابه بينك وبين الفنان محمد حسين عبد الرحيم؟ طبعا خالي وحبيبي وصديقي واستاذي، هو اللي هو اللي ساعدك بالبدايه؟ هو طبعا. طبعا 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 احنا اصدقاء. اصدقاء يعني مو خالي، نختلف انا واستاذ محمد، نختلف نختلف احنا، يعني
يعني تدري خالي ربينا ببيت واحد بغرفة واحدة يعني أنا ببيت جدي فيعني ملازم إلى من الطفولة لمرحلة الشباب للتلفزيون أول مدرسة ويا ويا وراء وراء ويا 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 قدمني المخرجين الحمد لله الحمد لله الحمد لله إيه فهو أستاذي وحبيبي الناس حبيتك أكيد إيه إيه أريد هسه أنت قاعدين سوى أكيد يرتاد مشهد تمثيلي ببالك شنو يرتاد هسه ببالك بس كنا أريد اللحظة يعني مو قديم إيه إيه يعني شنو مشهد قديم لا مو قديم لا مشهد هسه ارتاد ببالك يعني ما يرتاد شيء ببالك هواية بس ما أقدر الآن أمثل لك لا لا مو تمثل لا لا شنو المشهد اللي ارتاد ببالك حاليا مرات مرات واحد مثلا تلقى المخرج من يشوف كادر حلو يبقى بباله يعني هو طالع مثلا يسوق او طالع مكان يقول مثلا الممثل يعني هسه انا اول ما فتت للمول يعني ممكن تسوي مشهد التسوق المبالغه بالتسوق رجال هو مرته ماخذ راتب او يشتغل اعمال حره ويكون ياخذ له مليون كوميديان يعني مليون بالشهر وهي تصرف مليون و100 يعني مطلوب 100 بعد الشهر اول يوم يعني ممكن هيك ممكن هيك هذا على البذخ اي طبعا انا ما احب تكتب اكتب اي تكتب النصوص الدراميه يعني مو بس اكون مساعد عامل مساعد بالعمل ان شاء الله يبقى بالاتفاق مع المؤلف اكيد طبعا اجي اقول له يعني بالمسرح من كنا نكتب ونغير انا واخوي حسين النجار استاذ عبد الوهاب عبد الرحمن مخرج كبير ومؤلف يعني كنا مثلا نقول له هاي هيك تصير له هاي اجيب فكره عامل مساعد طبعا اجيب فكره هاي نشتغل هاي غانم حميد ايضا استاذ فخري العقيدي استاذ سامي قفطان احنا تعلمنا من عندهم هاي المسرح اللي ما يشتغل مسرح لا يشتغل بالفن اها مسرح هو اللي بس الان بده يقدم مسرح تجاري وهاي التفاصيل لا مو قلت لك احنا اي بس اكو مسرحيات حلوه انا شفت اكو مسرحيات حلوه اكو يعني الان اشياء تقدم تعرض على سمير رميس مسرحيه الأخ علي داخل الأخ خليل إبراهيم ست أنعام الربيعي ضياء الدين سامي أخ ضير أبو العباس ضير ما أروح شوفه يعني بشكل فد مسرحية ضحك الضحك من كل قلبي بيها نقد مخرجة ثامر الشطري ضيف بيها يعني لا لا جيت شفتها ما شفتها إيه لا أنا يعني ما أشتغل مسرح ما أشتغل مسرح أدعى لا ما تشتغل مسرح بس إيه إيه المسرح إرادة تفرغ أي ضيف جيت شفتها وصلت وياك للختام خلصت وش اسم البرنامج هلا بالنجم اي بعد هلا بالنجم هلا بالنجم بس ختام هلا بالنجم اي انا الختام مالي مختلف شلون انا كل مره اخلي الفنان يختم بالسناب مالته اوكي انا ما عندي سناب. اعرف انا تختم انت والكاميرا انت تختم بدال شنو تختم للمشاهدين أحبتي المشاهدين أصدقائي أخوتي حبايبي أبنائي إن شاء الله قدمنا لكم حلقة شوية يعني ها حلوة لمقدمها الشاب اللطيف هو المعد هو المقدم والمخرج مو والمخرج والمصور أحمد والمصور ليث ها ليث احكي حيل ليث ليث يخجل ليث لا مو يخجل متعود انه لا يطلع صوتك لا هاي بالكاميرا لا والله لا احنا فري ترى فري ابني زين تعال سلم عليه تعال تعال قوم يلا حبيبي تعال ابو شهاب قاعد يستاهلون ذول يستاهلون الابطال ولا الكوارث تعال انا اشكركم كنتم خير عون لنا ابو جاسم اتمنى لك التوفيق الله يسلمك الله يسلمك وبرنامج هلا بالنجم حلو وفكرته حلوه واهم شيء البساطه طبعا هي البساطه بالطرح البساطه بالاسئله البساطه هي هاي المطلوبه هذه شهاده اعتز بها طبعا الله يخليك تحياتي للوالد سيد الوالد حسين الاسدي طبعا ابوه صديقي وعزيز علي الله يسلمك واحنا عمر ابو علي يلا شيبنا انا طلع عندي شيء يلا على ابوك يا ايوه حبيبي تحياتي لك اوكي خلصت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك يلا مع السلامه سوي لهم باي باي مع السلامه